من مارسيليا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية معنا مباشرة، ومعه المزيد من التفاصيل بعد التحية. إذن خالد، قمة الناتو أولا نبدأها، لأن كنا نتحدث من بروكسي مع سلام عطلة حول هذا الموضوع، سوف تضع خطة لكيفية نشر قوات والعتاد. هنا رئيس ليتوانيا يزور فرنسا، فما تفاصيل هذه الزيارة وأيضا الملفات اللي يحملها معه في لقائه مع الرئيس الفرنسي ماكرون؟ نعم حساني، بعد التحية ومنذ قليل انتهى الرئيس الفرنسي من ترأس لاجتماع للحكومة الفرنسية، وبعد أقل من ساعة من الآن سيلتقي بالرئيس الليتواني بقصر الإليزي على مأدبة غداء وغزاء عمل. من المنتظر حسب المحللين وحسب طبعا الإعلام في فرنسا هنا أن يناقش الرئيس الفرنسي نتائج هذه الزيارات التي قام بها، ويطلع نظيره الليتواني عن نتائج هذه الزيارات في المجلس الأوروبي، ثم اجتماع الدول الخمس، ثم زيارة وصفت أيضا بالتاريخية للرئيس الفرنسي لمنغوليا، جولة كانت خارجية أكد خلالها الرئيس الفرنسي على أهمية الدعم لأوكرانيا وزيادة الدعم والتنسيق أيضا مع الدول الأوروبية وأيضا مع حلف الناتو. إذن هو لقاء مرتقب، لقاء هام جدا، فرضت التاريخ على ليتوانيا أن تكون متواجدة في قلب الصراع بالقرب من بيلاروسيا، وهي أحد أهم الدول التي تناصر روسيا، وأيضا بالقرب من بولندا. ولهذا هذا اللقاء هو لقاء مرتقب، لم يبدأ بعد أقل من ساعة وسيبدأ، ويبدو أن أيضا الرئيس الفرنسي سيتحرك تجاه الجانب الروسي الصيني عفوا، ويطلع رئيس ليتوانيا على الجهود التي قامت بها فرنسا في هذا الاتجاه من أجل دعم أوكرانيا من ناحية، والتوصل إلى حل سلمي من ناحية أخرى من خلال المشاركة أو دخول الصين لمحاولة التهدئة ما بين أوكرانيا وروسيا. طيب خالد، هنا موضوع مهم أيضا، وهو زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان التي يعني حزبها يحتل أكبر عدد من المقاعد، لكن يبدو أن هناك يعني تحقيق معها، يعني لماذا هذا التحقيق وهذا التوقيت بالتحديد خالد؟ الحقيقة يعني مارين لوبان منذ فترة طويلة ومنذ أن أظهرت بعض من حف الفرنسية مثل ميديا بارت وأيضا واشنطن بوست الكثير من الشبهات حول العلاقات ما بين مارين لوبان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الموضوع يرجع إلى 24 مارس عام 2014 عندما استقبل الرئيس الروسي حين مرشحة اليمين المتطرف وتحدث عن أنه يجب أن نقوم بفعل شيء ما وبطريقة من السخرية، ولكننا لا نريد أن نتدخل في الانتخابات الفرنسية على حد قول الرئيس الروسي إيبانيها. حساني، هذه الاتهامات ليست جديدة، اتهامات قديمة، والآن مارين لوبان هي رئيسة التجمع الوطني داخل البرلمان الفرنسي. هذه اللجنة هي لجنة برلمانية ستستمع إلى دفاع مارين لوبان الذي يبدو أن لديها الدفاع، حيث أنها كانت تبحث عن قروض مالية لحزب التجمع الوطني، ولكن البنوك الفرنسية والأوروبية رفضت ووافقت على هذه القروض. ثلاث دول هي الصين وإيران وأيضا روسيا. إذن هي في تمام الساعة الثانية بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، الثالثة بتوقيت القاهرة، ستكون أمام هذه اللجنة للرد على هذه الاتهامات. بالرغم من تغير نبراتها في الفترة الأخيرة تجاه روسيا، إلا أن مارين لوبان ستقابل هذه الاتهامات أمام البرلمان. أشكرك، هذه التفاصيل واضحة من مارسيليا. خالد الشقير مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة.